يمكن أحد الأسئلة الرئيسية المطروحة على الساحة السياسية في مصر، كيف تستعد الأحزاب في مصر للخطوات التالية التي ستعقب الاستفتاء على الدستور؟ وحتى مسألة الاستفتاء على الدستور أيضا بيجدها البعض تحدي رئيسي للأحزاب في مصر عشان يبان قوتها الحقيقية في الحشد للتصويت بنعم على الدستور، وده اللي حرصت عليه عدد من الأحزاب خلال الفترة الماضية. لكن أيضا بدأت تتشكل خريطة ما للتحالفات بين عدد من الأحزاب، ربما تعطي صورة مبدئية لكيف ستكون التفاعلات أو التحالفات خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. أيضا كيف ستكون المستقبل؟ هل ستجرى الانتخابات الرئاسية أولا أو الانتخابات البرلمانية؟ وما هو موقف الأحزاب من هذه المسألة؟ عندنا حزب الحقيقة رغم أنه نشأ في فترة وجيزة بعد ثورة 25 يناير وهو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إلا أن هذا الحزب استطاع في فترة وجيزة الغاية، كنا بنتكلم في أقل من 3 شهور من حجز مقعده بامتياز في البرلمان السابق، ربما يكون عدد المقاعد ما كانتش كتيرة قوي، يعني كنا تقريبا بنتكلم عن 15 مقعد أو أقل، لكن هناك اهتمام كبير بمستقبل الحزب الديمقراطي الاجتماعي في مصر. دراسات غربية كثيرة تعول على هذا الحزب وعلى نشاط كبير له في الحياة السياسية. كل هذه الأسئلة هنطرحها على ضيفنا العزيز النهاردة الدكتور محمد أبو الغار. أهلا وسهلا دكتور، وشكرا على تلبية الدعوة. أهلا. كنت بتكلم عن كيف تتحرك الأحزاب الآن، يعني أحد المشكلات التي واجهت الأحزاب في مصر بعد سقوط نظام مبارك أنها لم تكن مستعدة لشغل هذا الفراغ. بعد سقوط الإخوان، هل تعتقد وحضرتك رئيس حزب مهم أنكم أصبحتم جاهزون لملء هذا الفراغ؟ إحنا بنعمل مجهود ضخم جدا على الأرض، وإحنا أنا كنت يوم الخميس اللي فات زي النهاردة كنت في بني سويف وعاملين مؤتمر كان فيه 2001، وعملنا بعده مسيرة في بني سويف اللي هي مدينة إخوانية جدا يعني. وأعتقد أن احنا حققنا حاجات كتير، وكان عندنا مرشح كويس غالبا هيدخل فردي هناك. أول امبارح كان فيه مؤتمر في المنوفية في سيرس الهيان، الأسبوع الجاي عندنا مؤتمر في المحلة، عندنا كذا مؤتمر وعندنا يعني بدأتوا تتحركوا للقواعد للناس، ما بدوش أحزاب نخبوية دلوقتي أو أحزاب نخبة دلوقتي. احنا عمرنا ما كنا نخبوية، احنا أولا عمرنا احنا الهيئة العليا بتاعتنا اجتمعت أو انتخبت في أغسطس، مش اللي فات اللي قبله يعني. مزبوط. احنا طول عمرنا بقى لنا سنة ونص وكلهم خناقة مع الإخوان. مزبوط. واحنا طول عمرنا بنتخانق مع الإخوان وبعدين جولنا الإخوان في الحكم، فيعني ما لقيناش حتى فرصة حقيقية إن احنا نشتغل. بس في النهاية الأحزاب الجديدة عدد المرشحين اللي كونوا ممكن يمثلوهم من العمد والمشايخ القدام وزعماء القبائل والشخصيات الكبيرة اللي موجودة في الريف المصري قليلة، إنما كحزب ممكن ياخد أصوات كتير. يعني لو في انتخابات في القائمة ممكن احنا او احنا والوفد واحنا وممكن معانا المصريين الاحرار، القائمه دي ممكن تاخد نسبه كويسه جدا من الشعب المصري. عشان كده انتوا رافضين النظام الفردي. يعني احنا ما بنفضلش النظام الفردي، مش رافضينه يعني. احنا لا نحبذه على الاطلاق، لانه لا نعتقد انه هيدي تمثيل حقيقي لمصر، وانه في النهايه في الاغلب هيجي برلمان جمال مبارك في معظمه على شوية إسلاميين على شوية شباب جداد وبتاع وانتهى الموضوع. يعني إذا أجريت الانتخابات بالفردي حضرتك حاسس أن سيشهد عودة لما يسمى بالفلول؟ يعني أنا الحقيقة ما بحبش أقول فلول دلوقتي. حزب الوطني حزب الوطني بأسماء جديدة، يعني الناس بتوع الحزب الوطني عملوا أحزاب جديدة وهينزلوا الانتخابات، وفي الريف وفي الصعيد وفي الحتت دي هم يعني. احنا بلد لسه فيها قبلية وفيها العائلات لها نظامها، ففرصهم هتبقى كبيرة، على عكس لو الانتخابات هتبقى جزئيا على الأقل بالقائمة، هتدي فرصة ان الناس تختار على أساس حزب، على أساس رؤية، هم عاوزين حزب يساري، حزب اجتماعي، حزب يميني، كل واحد يختار الحزب والناس تتعلم
شغل السياسة ونبطل القبلية. بس بعد 25 يناير كان في تخوفات من أن الفلول ممكن يدخلوا البرلمان، لكن الحقيقة جاءت النتائج صادمة لعدد حتى من المحللين. تقدم حزب زي حزب حضرتك وحزب المصريين الأحرار رغم أنها كانت أحزاب وليدة لم يمضي على إنشائها 3 شهور مثلا. بصي، معظم الناس بتوع مبارك في الانتخابات اللي فاتت يا كانوا معزولين يا ما رضوش يدخلوا بسبب الظروف العامة ضدهم، إنما هم حاليا جاهزين إن هم يدخلوا. إنما إحنا بقى كحزب في القوائم خدنا، إحنا والمصريين الأحرار والتجمع يعني الكتلة، خدنا 3.8 مليون صوت، والوفد خد 4.2 مليون صوت. يعني إحنا على بعض خدنا 7 جزء كبير جدا، 7 يمكن قربته يعني من 8 جزء كبير جدا من عدد الأصوات، ودي الطريقة اللي نجيب بيها أصوات مش الأفراد. طيب أنا هسأل حضرتك، ليه أنت أكثر تقاربا من الوفد على عكس ما كان يتوقع البعض أنك تكون أكثر تقاربا من بعض الأحزاب اليسارية أو أيضا حزب المصريين الأحرار باعتباره كان وليد النشأة معاكوا في نفس التوقيت؟ شوفي، هاخد إجابة بس تسمح لنا ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ حسام الخولي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا وسهلا. عارفين النهارده كان في اجتماع في الهيئه العليا لحزب الوفد لبحث مساله خلق تحالف قوي مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور ابو الغار منورنا على الهواء النهارده. عايزين نعرف ايه اللي دار النهارده في الهيئه العليا لحزب الوفد بهذا الشان. الاول سلامي لاخويا الكبير دكتور ابو الغار، ويعني ده انسان من افضل الناس السياسيين اللي مصر عرفتهم. النهارده احنا لما كنا بنناقش، لا الحقيقه احنا كنا بنناقش حاجه ثانيه، كنا بنناقش الوضع السياسي وكنا بنناقش الانتخابات الرئاسيه اولا او البرلمانيه اولا، ودي خدت كبير جدا مننا وطلع القرار في الاخر بالتصويت، لان كلتا الحالتين يعني ايه، الناس اللي بتقول كده والناس اللي بتقول كده كل واحد وجهه نظره اما حد يسمعها يقتنع بيها الحقيقه، الاثنين قريبين، ولكن التصويت النهائي طلع الرئاسه اولا. ده بالنسبه للنقاش، اما بالنسبه للتحالفات فهي اتاجلت للجلسه القادمه، ولكن يعني المعروف ان الاقرب دائما للوفد هو حزب مصر والمصري الاحرار، انا العموم دول الاقرب ودول التفاهم فيهم دايما بيبقى الاسهل. بس ما بدا واضحا يا باشمهندس حسام ان الديمقراطي الاجتماعي اقرب ليكوا، اقرب للوفد يعني في الفتره الماضيه، وان المصريين الاحرار بعد عنكم شويه، او انتوا بعدتوا عنه يعني ايا كان الامر يعني. لا 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 لا، احنا بينا الى حد ما واحنا في الجبهه حتى، صحيح كل احزاب الجبهه واحد والكل، ولكن من اول حتى انشاء الجبهه هناك تقارب شديد جدا بين الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الاحرار. قد يكون العلاقه بين الوفد والمصري الديمقراطي نتيجه لتقارب الاشخاص كمان، انا بتكلم على العموم، العلاقات بتبقى اسهل، المصريين الاحرار معانا على طول، بس ممكن اوقات بيبقى عندهم وجهات نظر، ما يعني ايه القرار عندهم ما بنبقاش عارفين هيمشي ازاي بالظبط، ولكن احنا الثلاثه الى حد ما التقارب بيننا هو التقارب الاساسي، وانا اتمنى ان لو في اي تحالف انتخابي الثلاث احزاب مجتمعين اؤكد ان هتبقى ده التغيير السياسي في مصر. طيب الدكتور ابو الغار كان اقدر اقول في ايه يا فندم؟ اقدر اقول ان هيبقى في كتله كبيره لهذه الثلاث احزاب، للوفد والديمقراطي الاجتماعي والمصريين الاحرار. بس حزب المصريين الاحرار يعني اعلن عن تحالفه او عن تحالف وشيك يجمع المؤتمر معاه، وحزب الجبهه بالفعل تحالف معاه، لم يتحدث عن تحالف يقرب ما بين الوفد والمصريين الاحرار والديمقراطي الاجتماعي. لا الاول نفرق في حاجه، يعني هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه. شوفي حضرتك بتقولي ايه اعلن، واحنا مثلا واحنا بنتكلم انا او دكتور ابو نوار مع الاستاذ الفاضل احمد سعيد المصريين الاحرار بيقول في الاول والاخر لا ما عملناش تحالفات ثانيه، وبالتالي هو ده اللي كان بيتقال ليه المصريين الاحرار بيقرب ويبعد ممكن، ولكن في الاول والاخر احنا سمعنا في الاخر انها مجرد كلام، ما فيش حاجه نهائيه حصلت بين المصريين الاحرار وما تتكلمي عنهم سادات الا الجبهه، والجبهه في الاول والاخر احترامنا الكبير لحزب الجبهه، بس هم شخصيات يعني هم شخصيات محترمه جدا في قيادات الجبهه،
ولكن الجبهه الانتخابات اللي فاتت لم تحرز اي وبالتالي وجود الجبهه مع المصريين الاحرار ما فيش مشكله يعني ما يعملش اي عبء على اي تحالف. طيب بدا في الافق ايضا ان هناك توافقا كبيرا ما بين الديمقراطي الاجتماعي وما بين الوفد على مساله يعني عدم الرضا عن ان تقام الانتخابات على اساس النظام الفردي، وواضح كما قال الدكتور ابو الغار الان على الهواء، وقال ايضا من نفس المقعد الدكتور السيد البدوي ان هناك دعم لفكره القائمه هي الافضل بالنسبه لكلا الحزبين. هل ستمارسون ضغوطا مشتركه على رئاسة الجمهورية أو على رئيس، ما خليهاش ضغوط عشان ما تبقاش كلمة مش سياسية، مطالب أو اقتراحات لرئاسة الجمهورية لتبني النظام المزدوج؟ أوضح حاجة الأول يا فندم، إحنا مش مع نظام القائمة، لأن ده بيخلي المواطن على طول يقول إيه، ده الأحزاب عاوزة قايمة عشان تحط الناس بتوعها وياخدوا مقاعد بدون مجهود، لا، إحنا مع نظام القائمة النسبية المفتوحة، ودي تختلف تماماً. عن القائمة السابقة. القائمة النسبية المفتوحة اللي احنا مقدمينها الوفد والمصري الديمقراطي والمصري الأحرار وأحزاب أخرى في الأول والآخر بتقول إيه؟ بتدي نظام يشمل الفردي أكتر منه القائمة. يعني بتخلي المواطن العادي يدي للفردي أكتر. طيب يكون يعلم العضو المجلس النواب اللي هو عاوزه برمزه. وبالتالي هو اللي بيرتب مش زي زمان الأحزاب هي اللي بترتب. هنا الاحزاب ملهاش مصلحه، يعني انا نفسي الحكايه دي المعنى يفهمها، الاحزاب ملهاش مصلحه في هذا النظام، ملهاش مكاسب. المكسب الوحيد هيبقى اتحاد القوى المدنيه. بالظبط. الخوف عندنا ايه في الفردي؟ الخوف ببساطه انا قلتها لكذا حد بيقول على الفردي وفي نفس الوقت اقتنع. حضرتك في مرشح عن التيار الاسلامي هينزل ايا كان اسمه وقدامه 150 على الاقل مرشح من التيارات المدنيه، هنا مش بتكلم على احزاب، انا بتكلم على احزاب ومستقلين. نتخيل بقى في واحد هياخد اصوات ما يسمى التيار الاسلامي ونحن مسلمين يعني بس ولا ما يسمى واحد بس و150 هيتوزع عليهم الاصوات. حلو. فالمنطق بيقول ايه؟ بيقول الواحد ده هيعدي في الاعاده ومش من حقه، ده مش حقه، ولكن لانه يا دوبك خد 10% والباقي اتوزع على الكل هيعدي في الاعاده. دي الخطوره اللي الناس مش عاوزه تفهمها. لا، وكمان في نقطه خطوره ثانيه بيتخوف منها الدكتور ابو الغار، يعني يا ريت يوضحها وشاركنا الحوار، ان حضرتك قلت كمان يا دكتور ابو الغار ان ممكن ياتي باعضاء الحزب الوطني المنحل، يعني يدخلوا باسماء جديده او يعني باسمائهم القديمه. ولا جديده ولا حاجه، ما هو مفيش حزب دلوقتي. أولا أنا أبعث بتحية لصديقي الأستاذ حسام الخولي والحزب الوفد، وبقول إن إحنا حزب الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار من زمان في شبهة اتفاق على إن إحنا ندخل مع بعض، مش اتفاق الحقيقة كامل بس في حاجة مبدئية، وأنا أعتقد إن لو حدث هذا الموضوع هتبقى جبهة كويسة وهتحقق نتائج كويسة وهتخلي الشعب المصري مطمن ان في حد بيدافع عنه، واحنا احزابنا ما هيش زي بعض بالظبط، في اختلافات بينها بس بنكمل بعض، بنكمل بعض بحيث ان احنا نقدر ندي كل حاجة للناخب المصري. بشكر المهندس حسام الخولي عضو الهيئه العليا لحزب الوفد، ويمكن الدكتور سعد البدوي كان معايا في الاستوديو الاسبوع اللي فات وحكى لي وقعه، قال لي ان حضرتك جبت الدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار وجبت الدكتور سعد البدوي، قلت للدكتور سعد البدوي الدكتور احمد سعيد هو هيبقى معانا زي ما وعدني. هل هذه الوقعه يعني عادي؟ بس بقى لها مده طويله يعني. طيب لما سالته ليه يبدو ان حزب المصريين الاحرار، كنت بسال السؤال للدكتور سعد البدوي، واضح ان هو يعني يريد ان يغرد منفردا، فقال لي قلت له واثق في نفسه، قال لي واثق في قدراته التمويليه. ربما يعني انا مش عاوز اقول، انا بص المصريين احرار اصحابي وناس كتير جدا منهم انا اعرفهم كويس، وانا اعتقد ان هم لسه لم يحددوا شيئا، لم يحددوا شيئا بوضوح 100% على الاطلاق.
طيب احنا عندنا تقرير عن شكل التحالفات الانتخابية في الفترة القادمة وموقف جبهة الإنقاذ، وسؤال الرئيسي الناس شايفة ان جبهة الإنقاذ أدت المهمة اللي عليها خلال الفترة الماضية، وان اللغة اللي هتكون سائدة في الفترة القادمة هي التحالفات المنفردة بعيدا عن جبهة الإنقاذ. اسمح لنا دكتور نشوف التقرير ونرجع نكمل كلام. مؤشرات يراها المحللون قد تنذر بتفتيت جبهة الإنقاذ، وذلك بعد ظهور أكثر من تحالف انتخابي بعيدا عن مظلة الجبهة في إطار الاستعدادات للمعركة البرلمانية القادمة. المؤشرات الأولية تشير إلى تقارب بين حزب الوفد والحزب الديمقراطي الاجتماعي بشكل يتوقع معه الكثيرون تحالفهما معا، في حين اختار حزب المصريين الأحرار على ما يبدو التغريد بعيدا عن هذا الحلف. أنا شايف إن الانتخابات إذا أتت بالشكل الفردي ككل، كل هذه الأحزاب سوف تنزل منفردة على الكراسي الفردية. أما إذا كان هناك جزء من شكل القائمة، يعني لو كان في جزء من عدد الأعضاء يمثل القائمة، فسوف تكون هناك ائتلافات إما باسم جبهة الإنقاذ وإما بأسامي تانية. في اتفاق داخل جبهة الإنقاذ على إعداد قائمة واحدة، لقينا اليسار بيقول أنا هعمل قائمة واحدة، الأحزاب الليبرالية بتقول هعمل قائمة أخرى، الوفد بيخرج بيقول سوف أخوض الانتخابات بقائمة منفردة. فدوت خلانا يعني ان احنا نستدعي فكره تكوين تحالف انتخابي وسياسي مدني قوي جدا، يبقى اول استحقاقاته الدعوه للحشد للاستفتاء. اما التيار الشعبي باحزابه فهناك ما يشير الى احتمال تحالفه مع الاحزاب الاشتراكيه واليساريه لخوض المعركه البرلمانيه. التحالفات الانتخابيه مساله اخرى، التحالفات الانتخابيه لا علاقه لها بالاتجاهات، التحالفات تتم وفقا للمصالح. وحتى الان لا توجد تحالفات انتخابية، لأنه إلى أن يتم تحديد نظام الانتخاب الكلام عن تحالفات انتخابية هو كلام فض مجالس. قد يكون الإعلان عن تحالفات انتخابية من قبل مختلف الأحزاب في إطار المباحثات وتقييم المواقف، وربما تتغير خريطة التحالفات الانتخابية بعد إقرار عدلي منصور رئيس الجمهورية النظام الانتخابي. في الانتخابات البرلمانية السابقة بدا واضحا فشل الأحزاب المدنية وغيرها في مجاراة تيار الإسلام السياسي، واليوم يواجهون تحديات صعبة لحسم المعركة البرلمانية في الوقت الذي يرى محللون أن التحالفات داخل الإنقاذ قد تهدد بفشل هذا التحالف الانتخابي الذي زعمت القوى المدنية سابقا عقده تحت مظلة الجبهة لمواجهة التيار الإسلامي. أهلا لحضراتكم مرة تانية. دكتورة بلغار، على ما يبدو من المؤشرات الأولية كده أن الانتخابات الرئاسية هتبقى أولا، يعني النهاردة في الحوار المجتمعي الشباب صوت، كان حاضر 57 من الشباب في جلسة الحوار المجتمعي في الرئاسة، 37 منهم قالوا عايزين انتخابات رئاسية أولا. النهاردة في اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد برضو الانتخابات الرئاسية أولا، قطاع من الشارع المصري أيضا يريد الانتخابات الرئاسية أولا. أنتم في الديمقراطي الاجتماعي، إحنا الحقيقة ما خدناش تصويت على هذا الموضوع، إنما التيار الأغلب عندنا عاوز الانتخابات الرئاسية الأول. أنا شخصيا أفضل الانتخابات الرئاسية الأول، لأن مصر غير مستقرة والأمن غير مستقر، والدنيا كلها بتقول علينا إن إحنا ما عندناش حاجة منتخبة. لما هنعمل استفتاء على الدستور ويعدي إن شاء الله كويس، وبعدين انتخابات رئاسية، الدنيا هتهدى والعالم كله هيهدى إن إحنا خلاص عندنا دستور وحصل عليه تصويت، عندنا رئيس نجح بانتخابات حرة تحت إشراف دولي زي ما هيحصل في الاستفتاء على الدستور. انتخابات البرلمانية بتتعمل على 3 مراحل، وكل مرحلة مرحلتين، يعني عندك 6 أسابيع وشهر ونص تحضير تقريبا، يعني انت عاوزة من 3 لـ4 أشهر عشان تعملي انتخابات البرلمانية. انتخابات البرلمانية بين 1 و1 بالفردي خصوصا هتبقى صعبة جدا، والقبلية والخناق والأمن والأسلحة اللي موجودة في مصر، فانتخابات الفردية مش هتبقى سهل. فلما الانتخابات الرئاسية تبقى أسهل قوي، أسهل من البرلمانية طبعا. أسهل، الخناقة ما بتبقاش بطريقة قرية مقسومة ضد بعض، دول مع مرشح ودول مع مرشح، ما بيبقاش فيها يعني عنف،
الانتخابات الرئاسية، فدي تبقى الأول ونخلص من مرحلة نعدي من حاجة. طيب كل ما تسأل حد حضرتك عن مسألة الترشح لانتخابات رئاسة يتقال إن إذا الفريق السيسي نزل هذه الانتخابات إحنا مش نازلين، يعني في معظم الآراء بتقول كده، لكن بيظل الأمر مرهون إذا اختار هذا الرجل ألا يخوض الانتخابات الرئاسية، هذا من حقه وهذا احتمال. آه ماذا أنتم فاعلون؟ لا احنا اصلا ما كناش هنخوض الانتخابات الرئاسيه، يعني احنا مش اقصد الديمقراطي الاجتماعي، انا اقصد هنا عن الاحزاب والقوى. انا في تقديري ان لو الفريق السيسي هينزل معظم المرشحين للتيار المدني لن يخوض الانتخابات، وهيبقى قصاده واحد من التيار الاسلامي فقط، واحد من التيار الاسلامي. ممكن عبد المنعم فتوح، ممكن حد تاني. ده اللي هينتهي بيه الحال. لو الفريق السيسي مش هينزل الانتخابات الرئاسية أعتقد أن أعداد كبيرة من المدنيين هترشح. أعتقد أن قرأت إزاي قرار حمدين صباحي بالظبط؟ ممكن عمرو موسى يترشح، ممكن أي حد يترشح. طب عايز أعرف قرأت إزاي تصريحات حمدين صباحي بأنه عازم على خوض سباق الرئاسة؟ يعني قبل كده التصريحات دي فيها تعديل، قبل كده كان بيقول إذا الفريق السيسي ترشح لن أترشح، لكنه في حواره الصحفي أو التلفزيوني الأخير قال يعني توكلت على الله وهخوض انتخابات الرئاسة. بصي يعني المرشح لازم يبقى نازل بجد وبيقول للناس أنا هترشح ومش خايف من أي حد. فده بيقوي موقفه. إنما قد يتغير هذا الموقف في تقديري يعني لو الفريق السيسي نزل. لو نزل حمدين صباحي هتدعموه كأحزاب ما لم يترشح الفريق السيسي؟ لا احنا حزب ديمقراطي شديد الديمقراطية. يعني المرة اللي فاتت عملنا اجتماعين للهيئة العليا، انتخابات اللي فاتت رئاسية، وفي الآخر ما حدش وخد 50% زائد واحد من المرشحين. فمشروع بنفس الطريقة ما دخل لكم في النهاية نوصل لمرشح، يعني كان في السباق في الآخر كان سباق صعب على الناس كلها لأنكم لم تتفقوا يعني على قرار. يعني الناس اللي عندنا قالوا حمدين وقالوا عمرو موسى وشويه قالوا حاجات تانية. فما حدش في الإعادة قالوا ايه؟ في الإعادة طبعا كانت حوسة يعني. احنا كلنا تقريبا رحنا وشطبنا على الاثنين، وفي يعني اتقسمنا، في ناس شطب على الاثنين وناس قطع. بس مصر لا تتحمل ان يتم تكرار السيناريو مره اخرى، لان حضرتك متوقع ان في مرشح اسلامي ينزل وفقا لكلام حضرتك. انا متاكد لازم هينزل مرشح. طيب هتسيبوا برضو المساله ولا تستفوا؟ مش احنا اللي هنسيبها، المرشحين. لا لا انا هكمل يعني، ما انتوا لازم هنا تتعلموا من درس اللي فات يعني. انتوا بصي احنا مش هنقدر نقول هنختار مرشح معين الا ما يبقى قصادنا قائمه المرشحين. انا اعتقد ان المره دي الناس كلها هتختار مرشح بعينه. يعني الاحزاب مش هتسيبها كده بالظبط، هو ده سؤال لازم هيحصل. ده هيحصل. بس هيحصل لما يبقى قدامنا المرشحين. طيب التصريحات اللي اثارت جدل شديد جدا في حوار حضرتك التلفزيوني لما قلت ان يعني حصل تزوير، ما هكذا نقل يعني في عن الحوار في مواد الجيش في وثيقه الدستور، لكن احنا حبينا نعديها عشان ما يبقاش في مشاكل، ثم عدت حضرتك وقلت ان هذا التصريح فهم خطأ أو لم يكن. لا هو شوفي الموضوع بوضوح، البرنامج التلفزيوني ده حصل 10 أيام قبل ما الحاجات دي اتحطت على النت، وفي نفس اليوم اللي اليوتيوب ده اتحط على النت اتحط تصريح تاني بيقول ان انا قلت انا موافق على ان موسي يرجع بيته، وبعدين مكتوب عليه من فوق ان التصريح ده او الكلام ده اتقال يوم 13 يونيو، يعني لسه في عز رابعه يعني واحنا 13 يونيو وجايين يقولوه دلوقتي. فواضح ان في حد بيلعب في الموضوع، يعني عاوز يشوه صوتي وصوت الحزب ويقول كلام فارغ. اللي انا قلته انا حكيت الحكايه، حكيت اللي حصل بالظبط، وما قلتش تزوير. اللي كتب اللي حط الفيديو ده كتب عليه ان انا بقول ان الجيش غير الدستور، تلاعب وغير في الدستور، في مواد الجيش والدستور. في مواد، لا مش مواد الجيش. لا لا في الدستور نفسه، في مواد، في بعض مواد الدستور. الكلام ده انا ما قلتوش ومش موجود في اليوتيوب خالص، معظم الناس اول حته دي وما شافوش اليوتيوب. انا حكيت اللي حصل في اليوتيوب
وما قلتش كلمة تزوير أبدا، بالعكس يعني المذيعة قالت ده تزوير، قلت لها لا ما نقدرش نقول ده تزوير، عشان كمان ما ينفعش إن احنا نأثر على القول بالدستور على كده. فالموضوع فيه فبركة جامدة. طب ما توضح لنا يا فندم، حضراتكم كان في وثيقة معينة أنتوا اشتغلتوا عليها وصوتوا عليها، الخلاف الكبير حصل يوم حفلة العشاء اللي اتعملت. بصي حفلة العشاء كانت صدفة، ملهاش علاقه، ملهاش علاقه، الصدفه كانت في نادي من نوادي الجيش. مظبوط. انما كانت صدفه بحته. احنا خدنا النسخه من الدستور قبل ما نقوم بعشر دقائق، العشاء خلص هما بيقدموا الديزرت، فالناس كلها حطوها على الترابيزه، ما حدش فتح. فأبونا أنطونيوس بتاع الكنيسه الكاثوليكيه فتحها وقال يا جماعه دي مكتوب حكمها مدني، مش حكمها مدني. ادي اللي حصل، واخد بالك؟ بس ما حصلش حاجه والناس مشيت. بعد مش بعد الزيطه اللي حصلت دي، لا بعد الحديث التلفزيوني اللي هو قبل كده ب 12 يوم دلوقتي. كلمني صديقي الدكتور عبد الجليل مصطفى وقال لي عاوزك دوري تيجي، ورحت مجلس الشورى. هو قاعد هناك لان هو في لجنه الصياغه، هم بيفرغوا المضبط كل الكلام اللي احنا قلناه، وهيعملوه في كتب كبيره عشان كل حاجه تبقى وثائق مكمله للدستور. فقال لي انا سمعت الكلام اللي قاله عمرو موسى في يوم الاول من الدستور، وهو قال حكومتها مدنيه. مظبوط. وبعد ما قال حكومتها مدنيه قال يعني حكمها مدني. كويس. لا معناه يعني احنا سمعناه، اللي احنا سمعناه في التسجيل وموجود، ان السيد عمرو موسى، وانا سالته على هذا الامر الحقيقه في لقاء هيتذاع غدا ان شاء الله، ما انا اقول لك هو قال، هو قال مصر دوله ديمقراطيه وتوقف وقال حكومتها مدنيه. مظبوط. سالته ليه توقفت، هل ده انت اتفاجئت بالنص؟ قال لي لا ده انا كنت بحاول اتوقف عشان اؤكد على المعنى. الدكتور عبد الجليل قال لي هذا الكلام، قال ان هو قال فعلا حكومتها مدنيه. مظبوط. وان بعد كده قال يعني بعدها بشوية يعني قال يعني حكمها مدني. ممكن أسأل سؤال ساذج شوية؟ هم قالش ده في جلسة سرية، ما قالوا حضراتكم قاعدين في الجلسة. بصي أقول لك حاجة، إحنا كنا واخدين نسخة من الدستور وفتحينها قدامنا كلنا وبنبص على الكلام اللي مش مركزين خالص. بس عموما أنا بعدها قال لي لا تعالى نقابل عم موسى. فروحنا قابلنا عم موسى، فقال لي انت قلت له والله انا قلت كذا وحصل كذا، فقال لي والله انا شايف ان مفيش فرق بين الاثنين، وانا قلت حكمها وبقول ان مصر دوله. لا استاذ عم موسى سال حضرتك انت قلت ايه، يعني ايه اللي وصل استاذ عم موسى لحضرتك؟ قلت هو شاف اليوتيوب بيكلم عبد الجليل عشان يكلمني اروح له، وبعد كده رحنا له يعني عبد الجليل رحنا سوا، فكره تغيير بعض المواد يعني. فقلت له انا ما قلتش اولا اي، عمري ما قلت تزوير ابدا لاي حد، وانا بقول لكل الناس واعملوا قولوا نعم للدستور. الكلام اللي مكتوب ان الجيش غير ده، حد طبعا هو المزور اللي كاتب كده، ده غير موجود وما اتقالش في اي حاجه. لما قعدت مع عم موسى وقال قال لي ان انا قلت حكومتها واحنا بنقول انها حكمها، وان هو في اجتماع اللي مع رئيس الجمهوريه واحنا موجودين مظبوط كلنا، قال حكومتها مدنيه، وبعدين قال بعدها حكمها ونظامها مدني، وحكمها ونظامها يعني قال نفس الكلام تاني اللي هو قاله. بس انا ليا بالمكتوب. بصي ما احنا مش هنجيب التسجيلات الصوتيه يعني بعد كده، انا ليا بالوثيقه المكتوبه. يعني واضح جدا ان هذا الدستور مدني. تمام صحيح. ما في ناس كانت بتقول ما كنتوش محتاجين اصلا تقولوا لا حكومتها ولا ده ولا ده. فانا شايف ان في يد يعني بتلعب في القصه دي، انها تحط الحاجتين دول في يوم واحد وتكتب هذا الكلام المزور، فده الحقيقه حاجه مسيئه جدا. هل ترى ان هناك من حاول في العبث في العلاقه ما بين الديمقراطي الاجتماعي وما بين الجيش؟ لان في كل تصريحات حضرتك كانت داعمه للفريق السيسي حتى في مساله ترشحه للرئاسه. بالتاكيد حد يعني ربما كان حد اخواني، ربما الله اعلم مين يعني، ما بصراحه ما اقدرش اسلم حد يعني، ما انت عارف الحاجات بتتحط على النت دي وعين بينقلوها واحد والتاني، ما تبقيش عارفه هي جايه منين. لكن القول الفصل ان حضرتك لم تقل في اي يوم من الايام ان حدث تزوير او ان الجيش ظهر. ما الفيديو موجود، ما حدش سمع، اصل معظم الناس ما بتسمعش الفيديو، بتشوف اللي مكتوب عليه ومكتوب ايه وانتهى الموضوع على كده. بس انما انا ما قلتش ان في تزوير على الاطلاق.
هي المذيعه اللي سالت وما قالتش في تزوير كمان. سالت هل هذا يعتبر تزوير؟ لا ما هو مع الاخوان لما يحبوا يقولوها يعني انا متعاطفه مع حاجه عشان حصل لي موقف اما بالنسبه يعني. بقى لموضوع الفريق السيسي انا شخصيا افضل ان يبقى في الفتره الجايه رئيس مدني لمصر، انما لو الفريق السيسي هيدخل الانتخابات انا ده ما حدش يعرف هيدخل او مش هيدخل. لو هيدخل الانتخابات طبعا هيكتسح وكلنا هنأيده، معظم الناس هتأيده في الانتخابات لانه هيعمل استابيليتي. ليه بتشعرني وكأن حضرتك مش حضرتك شخصيا يعني الحزب يعني وكأنكم مضطرين لتأييده لانه لا مش مضطرين لا 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 يعني ده انصياعا للموجة الشعبية الكبيرة. بصي احنا مش مضطرين في بصي تمرد اجتمعوا امبارح والاغلبيه العظمى من تمرد قالت احنا عاوزين الفريق السيسي يفضل وزير الدفاع ودي وجهه نظر مش خطا في المرحله وقد دي. يكون هو نفسه وقد يكون هو نفسه عامل كده يعني احنا يعني ده قرار مش قرار اي حد. ايوه بس هو المشكله يا فندم اللي مخليه هذه الهاله الشعبيه الكبيره تحيط بالفريق السيسي ان حضراتكم كرموز سياسيه وطنيه لم تطرحوا بديلا يا سيدي. يعني لو كان في بديل مطروح اقنع هذه الجماهير كان مساله الالتفاف حول شخص الفريق السيسي ربما كون كانت اقل. القوى السياسيه دي كلها عمرها سنه ونص. النظام بتاع مبارك جرف كل السياسة في مصر لمدة 30 سنة والرموز اللي بتترشح في الانتخابات حاليا كلها يا فوق 70 يا قربت على 70 لأن كل دول سياسيين من زمان من أواخر أيام السادات وكانوا موجودين. فالمرشحين المدنيين اللي هم جداد دول مش هيظهروا إلا بعد مرة ولا مرتين من انتخابات قادمة. انتوا كمان كان عندكم مشكلة في الانتخابات السابقة وانا كنت لسه بكلم حضرتك فيه ان لما كان في حمدين وكان في عمرو موسى ما كنت ادونا واحد عشان الناس تقدر تسندوا وتتكتلوا كلكم لكن انتوا حبيتوا ترفعوا ايديكم وكانت النتيجة زي ما شفنا. المرة اللي فاتت كمان عبنا أبو الفتوح خد عدد ضخم جدا من الأصوات المدنية لأن هو ادى لنفسه بروفايل ان هو مدني ان هو مدني بمسحه اسلاميه خفيفه يعني بس طبعا الدنيا ظهرت بعد كده بقى. طيب ايسا انا سالت السؤال ده برضو وهكرره على حضرتك. سالت الدكتور سيد البدوي قلت له طب ماشي احنا هنشتغل على قدامنا اثنين سيناريو اما نترشح الفريق السيسي وطبعا المعادله لو ترشح الفريق السيسي الموضوع خالص طيب وهيخلص من اول جوله طيب يعني حتى في بعض التصريحات وبعض التحليلات تشير الى ان الفريق السيسي حتى اذا اقدم على هذه الخطوه هو في اجابته على التساؤل الاخير للصحف الاماراتيه الثلاثه اللي سالوه سؤال رد على السؤال هل ستترشح باسئله تانية قال هل هذا يعني ان الجميع سيوافق عليه؟ هل هذا سيكون خيار الجميع؟ هل ده هيرضي العالم الخارجي؟ هو يدرك ابعاد هو المساله جيدا. في مشكله في مشكله طبعا اولا بس هو قد يجد نفسه مضطر لانه ممكن يقدم بديل. هو في مشكلتين في ترشيح الفريق السيسي مشكله داخليه ان الفريق السيسي دلوقتي سيمبول ورمز كبير جدا طبعاً. لانقاذ مصر من حرب اهليه مزبوط. يعني لو الفريق السيسي يوم 3 يوليا ما عملش البيان بتاعه ومع ما اتخذ الإجراءات اللي اتخذها كان مصر حصل فيها حرب أهلية بين القوى المدنية والقوى الإخوان المسلمين وكان ممكن نبقى زي سوريا أو زي أي مصيبة من اللي بتحصل حوالينا ليبيا حاجة من العك ده. فعشان الحكاية دي بقى رمز كبير جدا. الرمز لما يبقى في منصب رئيس الجمهورية هيتعامل بقى مع العيش والخناقات اللي في الشارع والاتوبيسات ومشكله الطاقه ومشكله ايه طبعا والحاجات دي قد تؤثر على شعبيته. يعني ما فيش واحد بيفضل دي جول مشي هو اعظم واحد وقبل يعني مثلا الاستاذ هيكل قال في حديثه للسفير اللبنانيه انه يعز على نفس الفريق السيسي ان يترك رداءه العسكري او بدلته العسكريه يعني هذا قرار وفقا لهذه التحليلات مش قرار سهل على الفريق السيسي. الحاجه الثانيه بس برضه الناس بتحملكم المشكله لانكم لم توفروا بديلا لم تطرحوا إحنا بديلا مش احنا اللي نوفر بديلا احنا بقالنا سنه ونص الناس بتوعنا كلهم شباب
لا ما على فكره يا فندم انا ما بتكلمش انا عن الديمقراطي الاجتماعي، لا انا بتكلم على كل الاحزاب. ما هي كل الاحزاب جديده باستثناء الوفد والتجمع. كل الاحزاب وحتى الوفد والتجمع الامن الدوله وحكم مبارك قتلهم، يعني ما سابهمش يشتغلوا براحتهم. الحاجه الثانيه يعني اعتقد حتى لو العالم ما كانش سعيد بترشح الفريق السيسي، انما بعد ما ينجح باكتساح او ياخد نسبه عاليه سوف يقبل العالم يعني الواقع ان هو نجح في انتخابات حره. وهي المساله انه يعني طالما خاض الانتخابات بصفته المدنيه هذا حقه. يعني ما هو لا ما هو ما حدش قال كده. عموما هو صاحب القرار، لان القرار مش سهل، ما هيش طبعا حاجه سهل يعني وبعدين يسيب الجيش مش سهل. مظبوط لك يعني، وبعدين الجيش دلوقتي سند مهم جدا لمصر، عندنا سيناء والمشاكل اللي فيها، عندنا مشاكل حدودية غرب وشرق وجنوب في كل حتة. يعني احنا بين خيارين صعبين ان احنا محتاجين كوزير الدفاع، وبصراحة ما حدش يقدر ياخد له القرار ولا يقول له ادخل ولا ما تدخلش. طيب انا هفترض السيناريو الثاني ان الفريق السيسي قرر الا يترشح لانتخابات الرئاسة وبقى عندنا قايمة، تفتكر حضرتك مين اللي هيبقى في القايمة دي؟ لا كتير جدا ما اقدرش اعدلك، هيبقى فيه عمرو موسى، هيبقى فيه بس انا ما سالته وده هيزعج غدا، انا سالته شخصيا دردشنا الحقيقه، قال انا بقى انهي بقى شغلي بالشغل اللي انا عملته في لجنه الخمسه والحقيقه عمل شغل تحفه طبعا بالصراحه. اولا كان قائد ماهر، ثانيا استحمل مننا الكثير، دبلوماسي يا سيدي يعني لا استحمل يعني كلنا زعقنا وكلنا عملنا، وبعدين قدر يتصرف بحكمه بين انقسامات وبين حاجات، وقدر يوائم بين الدولة وبين البرلمان والقادم وبين الناس اللي قاعدة معاه وبين صحيح. الشارع المصري صحيح. لا شاطر شاطر لا يعني أكتر مرة أنا عارف عمرو موسى من زمان إنما ما كنتش أقدر أقول إن عنده كل هذه المهارات إلا بعد ال طب افهم الكلام ده لو ما فيش الفريق السيسي في انتخابات الرئاسه وبقى في حمدين صباحي وفي عمرو موسى وفي تانيين بقى في شويه الظباط دول وعنان وغيره واضح انك ستكون اميل لعمرو موسى. بصي قد يكون ذلك صحيحا وحزب الوفد كده على فكره انما لا هو رئيس شرف حزب الوفد يعني لا هو كان مرشحه في الانتخابات انما طبعا احنا كحزب ديمقراطي انا ما اقدرش اقول ان انا برشح حاجه، احنا لازم الحزب هو اللي يرشح والا يبقى لا انا بتكلم هنا على شخص حضرتك يا دكتور انا بقول لك يعني انا برضه بصفه رئيس حزب لازم يبقى عندي يعني لازم اقيد نفسي في الكلام لما اقول اختيارات لانه بينعكس على الحزب هناك هيئه عليا لهذا الحزب لازم هي اللي تقرر. طيب تفتكر حضرتك قلت لي احنا بنتكلم لو استباق الرئاسه، لان انا عايزه اتكلم في المساله دي، كنت زمان بقول بلاش نتكلم فيها لان ما كانش واضح الرئاسيه اولا ولا البرلمانيه، بس واضح ان الاتجاه العام ستكون الرئاسيه. بس ما نضمنش برضه ممكن والله ما تضمنيش لان هم برضه لم يقرروا يعني هم دلوقتي الباب لا هو الرئيس قال النهارده انه هيخضع المساله للحوار المجتمعي عشان نعمل توافق، قعد مع الشباب وهيقعد مع حضراتكم في جلسات متتاليه ومع العمال والفلاحين والمهنيين وهتبقى في بس واضح ان الاتجاه العام يعني بمعادله بسيطه او باستنتاج بسيط يقول كده. طب برضو عايزه اركز تاني على هذه المساله، لو عملنا سباق دلوقتي في السيد حمدين صباحي، السيد عمرو موسى، السيد احمد شفيق لانه في النهارده دفاع وعنان ده بيقولوا انه هيترشح ما اعرفش صح مظبوط طبعا، والفريق عنان ونحط مثلا كمان دكتور مصطفى حجازي نحط مثلا انتوا اميل لمين في وممكن ما نزعلكوش ونحط كمان زياد بهاء الدين يعني يعني لو استعجل ما اعتقدش انه هيترشح ما اعتقدش تجربة زياد كممثل ليكو كعضو في الحزب في الحكومة أضرته كشخص وأضرت حزب الديمقراطي الاجتماعي ولا أفادته؟ الدكتور زياد والدكتور حازم الببلاوي يوم ما ترشح في الوزارة عملنا اجتماع معاهم وقررنا احنا الاثنين مع بعض تجميد عضويته، وبالتالي هم لا يمثلوا الحزب في الحكومة على الإطلاق. اختيارهم للمناصب الوزارية ليس لأنهم أعضاء في الحزب المصري الديمقراطي صحيح يعني هم مش بيمثلوا الحزب لا ده هم أختيهم بس الناس هتقول حضرتك ما هم يعني مش ممثلين بالمعنى العضوية لكن ممثلين فكريا يعني ناس ممكن تقول إن هكذا يفكر زياد وجهها الدكتور زياد هو زياد بيفكر هو زياد بصي دول عملوا في الوزارة دي
شغل جبار في البرنامج الاقتصادي. صحيح. ومش هيبان ولا يظهر إلا سنة كده. إلى ثلاث سنين يعني للأسف، يعني هما مش هيشوفوا نتائج الشغل بتاعهم. الأمور الأخرى بقى دي خارج عنهم، يعني في الطبيعي إن وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير الخارجية اللي بيعينهم رئيس الجمهورية، وفي الدستور الجديد برضو اللي بيقترح أساميهم برضو رئيس الجمهورية، وأيام مبارك وأيام عبد الناصر وأيام السادات كله كان طيب دايما بس مشكلة كده. الدكتور زياد بهاء الدين الحقيقة هو شخص محترم ووطني ومخلص جدا في عمله ودقيق، لكن مشكلة الدكتور زياد أنه لم يحاسب على، يعني المشكلة اللي بتواجه الناس مع الدكتور زياد دلوقتي مش أداؤه الاقتصادي ولكن أفكاره السياسية اللي بدأ فيها أنه يتبنى فكرة المصالحة، وقد يكون الدكتور زياد على حق والناس ما تعرفش غير بعد لا كده. هو الله الناس أعلم الناس لكن لم يتفهموا مصالحة زياد بهاء الدين. زياد بهاء الدين كان وجهة نظره أن لازم الشعب المصري كله يقف قصاد الإخوان المسلمين، فما ينفعش أن الدولة تتخانق مع ناس تانية قد تكون مدنية وقد تكون إسلامية إسلام بسيط مش إخوان يعني، ومفروض تلم كل الناس دول يبقوا تبعها عشان تقدر تكسب معركتها مع الإخوان بسهولة. الناس افتكروا يعني الشعب عموما فهم المبادرة على إنه هو عاوز يعمل تصالح مع الإخوان المسلمين، وده ما كانش قصده ومش ده اللي بيحصل، وهو وجهة نظره في تقديري صح. يعني في الوقت الحالي احنا عندنا مشكله مع الاخوان المسلمين، نظام ارهابي فظيع باعداد وبيضرب الناس واسلحه ومش عارف ايه، ما ينفعش بقى اتخانق مع المدنيين في الوقت ده. المشكله الثانيه كانت مع قانون التظاهر. انا شخصيا مؤمن ان زي اي بلد في العالم بيبقى فيها قانون تظاهر، بس قانون التظاهر الحالي ما ينفعش بالطريقه دي، في نقطتين لازم يتغيروا فيه عشان يتقبلوا. أنا أقول نقطتين، إن حق رئيس وزير الداخلية إلغاء المظاهرة لاعتبارات أمنية، فالناس اعتبرت لا 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 لا. شوفي حاجتين، الحاجة الأولانية العقوبات، مش طبعا المتظاهرين الغير سلميين دول ما لهمش دعوة بقانون التظاهر، مظبوط، لأن ده اسمه قانون التظاهر السلمي. الغير سلميين دول اللي شايلين أسلحة دول قانون العقوبات يديهم مؤبد، العقوبات مادة 86 ومادة 86 مالناش دعوة بيهم اللي ماشيين بالأسلحة وبتاع. احنا بنتكلم على المتظاهرين السلميين اللي مش ماسكين عصاية، مش ماسكين بيهتفوا بيقولوا شوية كلام. مش معقول ياخدوا 17 سنة سجن ومش عارف مليون جنيه العقوبات مغلظة من وجهة فظيعة، ما ينفعش يعني واحد وقف في الشارع قال له كلمتين تقول لي ياخد 17 سنة. ايوه فندم، بس الناس قالت يعني او ما اخذته على الدكتور زياد وحتى من بعض الوزراء في الوزاره يعني انه طلع قال ان انا كان ليا تحفظات على قانون التظاهر. انت لست في المعارضه، انت في الحكومه، فعليك ان تلتزم ده في قال الكلام ده. بصي ما انتوا سبب احنا هو قال الكلام ده في جوه الوزاره، تسرب خارج الوزاره، فحد يجي يساله زي حضرتك زي يقول له انت قلت يقول له ايه الاعتراضات، يقول له كذا. الحاجة الثانية دلوقتي لو متظاهرين عاوزين يعملوا مظاهرة سلمية بيتقدموا لوزارة الداخلية، لو الداخلية ما وافقتش بيروحوا للقضاء المستعجل، مظبوط، وعشان يعمل لهم. المفروض في الدنيا كلها العكس مش كده، يعني الناس يتقدموا في المظاهرة، يتقدموا بطلب مظاهرة، وزارة الداخلية ما تقدرش تمنعها، انما القضاء هو اللي يمنعها. وزارة الداخلية تقول للقضاء المستعجل في نفس اليوم تقول له ان الناس دول ممكن الظروف ما تسمحش، ممكن يحصل كذا، يقوم القضاء يقول لا المظاهره دي لا. يبقى القبول حتى من المتظاهرين للامر مش الشرطه هي اللي مانعه، لا ده القضاء يبقى ما حدش يقدر. ايوه فندم، بس هذه الصوره المثاليه اللي حضرتك بتتحدث عنها مش مثاليه، دي سهله جدا. لا بس هقول بس يعني وجهه نظر الناس ان لا ده في ارهاب بتواجه الدوله زي ما حضرتك. انا بقول لحضرتك الارهاب بره الموضوع خالص، وفي مظاهرات. يعني على فكره يعني الغريبه جدا ان هذا القانون من وجهه نظر بعض مش معمول للمظاهرات العاديه بتاعه القوى الثوريه، بس هو لم يطبق الا على دول. يعني هو كان بص يعني الاخوان المسلمين اللي طايحين في الشوارع دي كلها ما فيش ولا واحد اتطبق عليه. اللي اتطبق عليه البنات اللي هم كانوا واقفين
عند مجلس الشورى وواحد في أسيوط مش عارف واحد في إيه، اللي هم الناس اللي ولا شايلين سلاح ولا هم إخوان ولا حاجة. طيب هناك جلسة قادمة للحوار المجتمعي هيكون مع حضراتكم في رئاسة الجمهورية، ممكن تقول لنا حضرتك النهاردة نقطتين بس هتعرضهم على رئيس الجمهورية في هذه الجلسة، أو لو حضرتك تحب أكتر يعني؟ لا، هي طبعا هو هيسأل أولا على البرلمانية ولا الرئاسية الأول. أنا رأيي إن إحنا نعمل الرئاسية الأول. تمام. هيسأل عن النظام الانتخابي، أنا رأيي إن يكون نظام مختلط أو في جزء محترم بالقائمة لأسباب كثيرة قلت لحضرتك جزء منها. الحاجة الثالثة هيسأل على الظروف اللي موجودة في البلد والأزمة اللي عاملها الإخوان دلوقتي، وأنا رأيي إن لازم إحنا نوحد كل القوى المدنية في صف الدولة. يعني في أخطاء ارتكبت في الجامعات المدنية، أنا مش دعوة جامعة الأزهر، دي جامعة الأزهر دي كلها إخوان أساتذة وتلامذة وفراشين وبوابين وكله، ما لناش دعوة بالموضوع دي تصرفوا فيها، إنما أنا بتكلم عن جامعات العادية. جامعة القاهرة أكبر مظاهرة فيها إخوان كانت 400 واحد. وانا سمعت حضرتك يومها كنت بتنادي بابعاد الامن، وحتى قلت لازم يبعد البوليس، انا فاكره التعبير حضرتك قلته حتى هنا بالبرنامج، قلت لازم يبعد البوليس بسرعه عن محيط الحرم الجامعي. بصي التلامذه اللي حصل دلوقتي من الاخطاء انهم خلوا التلامذه العاديين اللي هم مش اخوان، هم مش دعوه الاخوان، يتعاطفوا مع زمايلهم. وانا بتحدث طبعا مع استاذ جامعي في كل وبعدين اتقبض عليهم، اتقبض على ناس منهم، فالمشكله اتصعدت. فاحنا من الاول لازم نكون واعيين ان احنا ما نخليش المدنيين يتعاطفوا مع الاخوان، احنا عاوزينهم معانا كلهم، تلامذه وطلبه واساتذه وفلاحين وعماله وكل حاجه، ما نخليهمش يروحوا ابدا هناك. وعشان كده حاجات بسيطه اللي تحل المشكله دي. هسال سؤال اخير ويمكن الوقت خلص، لكن خلينا اساله برضو، حضرتك في المعارك الانتخابيه التمويل يلعب دورا كبيرا، ماذا انتم فاعلون في احنا حزب طبعا مش غني، احنا كاعضاء كلنا بنتبرع، عندنا بعض الاعضاء نسبيا مش غني، امال مين اللي يبقى غني؟ لا رجال الاعمال، بصي اللي هم مين؟ كل رجال الاعمال اللي في مصر، مصير الاحرار يعني؟ لا انا ما بقولش حد، ما هم بيعلنوا عن نفسهم، مش انا اللي بقول، واخد بالك؟ انما يعني احنا كلنا ناس بروفيشنالز، عمرنا ما بنكون اغنياء، عندنا ناس بيساعدونا صحيح، بس في مجم في اخر اليوم حزب متوسط، ما احناش حزب فقير يعني، بس حزب قادر على خوض المعركه بهذه الاليات. ان شاء الله نخوض المعركه، لو بالقائمه جزئيا هنقدر نخوض كويس. فننتظر النظام الانتخابي. شكرا لحضرتك يا دكتور، نورتنا النهارده، بشكرك على ساعه صدرك. الدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، شكرا لوجود حضرتك معانا النهارده. غدا هيكون عندنا اللقاء اللي اجريناه مع السيد عمرو موسى في مسرح الشباب بوزاره الشباب، وكان بيتلقى فيه كل الاسئله من كل الجماهير والمشاركين في هذه الندوه، طرحنا عليه العديد من الاسئله، هتكون موجودة الإجابات بكرة في حلقة خاصة إن شاء الله من مصر في يوم. أشوفكم على خير إن شاء الله، إلى اللقاء. ربما يكون الأطروحات اللي موجودة طبعا على مدى الفترة الماضية هي مسألة ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لكن السؤال الأصعب، ماذا لو لم يترشح السيسي؟ ماذا ستفعل مصر؟ نخليه يترشح.